السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم إن شاء الله هو إعادة درس الحبيك اللي يعني جوني طلبات كثار من أخوات يطلبوا مني كيفاش نحبكو، يعني كيفاش تجي من الحبكة الضربة خط الضربة، يعني الحبيك تيجي مزيان. الحبيك هو عبارة عن غرزة حشو، يعني تنخدمه مباشرة على الثوب عندي هنايا. ومهم مزايا ديالو هو تيبين الخدمة يعني نقية، والضربة ملي تتبغي تخدمي فوق منه يعني الضربة تجي مقادة، تجي مسافة ما بين هذه ملي الخدمة تجي مقادة مزيان. لاحظوا أن هنا عندي طرف ديال التوب، عندي كروشيه رقم 0.60 مليمتر، عندي هنايا الحرير مبروم طبعا، عندي هنايا مبروم على 4 ديال 5 شعرات، عفوا علاش برمتو على 5 شعرات؟ لان باغا ندير لكم واحد الدرس ديال الزواقه، ويعني برمتو على 5 شعرات باش تبان هذيك الزواقه. وهذيك الزواقه طبعا خاصني نسبق الحبيك هو الاول، وغسلت فرصه قلت علاش ما نصورلكمش فيديو يستافدوا الاخوات اللي طلبوا مني الدرس ديال الحبيك. لاحظوا مزيان انا عندي هنايا يعني تنحاول نضرب تنثبت الحرير هو الاول في التوب، يعني عادي بغرزة حشو. لاحظوا مزيان تنخلي واحد المسافة وندير واحد غرزة حشو واحدة اخرى، لاحظوا خاص الضربة يعني الضربة تجي مقدمة، يعني الضربة المسافة ما بين الضربة والضربة تجي مقدمة. لاحظوا تنخلي نفس المسافة اللي خليت ما بين الضربة الأولى والثانية وندير الضربة الثالثة. كيفاش تندير؟ يعني أول حاجة تنختار نقطة فاش غادي ندخل الكروشي، من بعد تندخلو تلوي الحرير على الكروشي وجبدو عندي الامام يعني لجهتي، من بعد تلوي الحرير على الكروشي كما العاده ونجبد الحلقتين اللي عندي في اللي كانوا عندي في الكروشي. لاحظوا مزيان تنخلي نفس المسافه ندخل الكروشي نلوي الحرير نجبدو عندي، تنحصل على 2 حلقات تلوي الحرير على الكروشي ونجبد. ولا بغيتي الحبيك يجيك مقاد خاصك تحترمي المسافه ما بين الضربه والضربه، يعني ماشي وحده تخلي فيها 2 مليمتر وحده 3 مليمتر وحده 1 مليمتر، يعني ضروري غادي يجيك الحبيك ما مقادش. ولا كنتي تتخدمي وتعاودي تخدمي وتعاودي صافي، يعني على غير بعينك تعرفي المسافه، تعرفي النقطه فين خاصك تخدمي فين تدخلي البره. وعلى حسب اش بغيتي، واش بغيتي يعني المسافه تكون صغيره او كبيره على حسب اش بغيتي. لاحظوا مزيان يعني هاد الحبيك هذا تنديرو في تندوزو على التوب، اذا تنبغيو نديرو شي زواقه يعني من الاحسن اننا نسبقو التوب، نسبقو الحبيك عفوا على التوب، هكا الزواقه تجينا مقاده وتعطي حتى واحد الجماليه هكا على التوب. اكثر الا كانت الضربه خط الضربه يعني تتكون تاخدي نفس المسافه، لاحظتوا تاخدي نفس المسافه لا من الفوق لتحت لا من الطرفين اليمين اليسار، يعني ماشي انا هنايا مثلا لاحظوا مزيان انا عندي هنايا ونجي الاخرى وندخل هنا بزاف، لا ولا ناخد غير شويه من الفوق من التوب، لا خاصني نجي نفس المسافه يعني نفس الخط نفس المستوى نخدم فيه الضربه اخرى.
هنايا الثوب عندي شويه غليظ، يعني ملي فغلاضة يعني لاحظتوا. صافي نبقاو غاديين على طول الخدمه اللي بغينا. كنتمنى التصوير يكون واضح، واخا خدمت انايا بنفس اللون، يعني بنفس اللون ديال التوب، يعني ما باينش مزيان، ولكن انا هاد اللون هذا باش باغي نخدم الزواقه اللي غادي نصور ليها الفيديو المقبل ان شاء الله. تنتمنى الدرس اليوم يكون نال اعجابكم، وكما العاده وفي نهايه كل فيديو تنقول لكم ما تنساوش تدعموا القناه بوضع لايك، التعليق والاشتراك. كانت معكم ام سعد عبد الله.